Այսօր գխոսենք Սուրբ Օքին ցայնը լսելու մասին։ اليوم بنحكي عن سماع صوت الروح القدس։ Ուրեմն շատ կարևոր է հասկանանք, թե Սուրբ Օքին ցայնը իրական է եւ իր դեղին։ لانه ضروري نفهم انه صوت الروح القدس هو حقيقي وهو مناسب Սուրբ Օքին խոսի հավատացյալին հետ դարբեր ծևերով եւ միջոցներով الروح القدس بيحكي مع المؤمن بعده طرق وبعده وسائل անգախ որ մարդիկ մտքով գուզեն իրեն լսել բայց Սուրբ Օքին խոսի հավատացյալի սիրտին ومع انه المؤمنين او الناس بجربوا انه يسمعوا بفكرهم ولكن الروح القدس بالحقيقه بيحكي مع قلوبهم يف ուրիշ դարբերակ չկա որ ինքը գխոսի սրդին وما في نموذج اخر غير انه هو بيحكي للقلب مش بدك مر متكين باباكادزا مر انسين باباكادزا ناينك مر سردين ميج ايراغاناتساز الله ولازم دائما انه رغبه فكرنا رغبه نفوسنا نتاكد انه عم تتحقق بقلوبنا يرب انصم اير هوكيفوروتيان هيد نيرتاشناغ وقت اللي الشخص بيكون متناغم مع حياته الروحيه سور بوكين ساين ايرن امار جيس كيشيرين هنچوغ الارمين بس بيديلا صوت الروح القدس لالو بيكون مثل الالارم المنبه اللي بيدق بنص الليل غاسكاتس بيدي تشوننا بيدي ور ارتنا ما راح يكون عنده اي شك رح يوعى بيدي ازكا ايرن انچ سويتس ولح يحس شو نقال له هذا با بارشات غاريفور هاسكنال سور بوكين سيفا يف ميچوتس ولهالسبب ضروري انه نفهم طريقة الروح القدس ووسيلة اللي بيستخدمها. ورمن يأور من مر هو كورتيان هرت نش تاشنا كورتيان ماتشينغ. فأذن وقت اللي نحنا منكون بتناغم مع حياتنا الروحية. مر سير درجنا نر تاشنا كورتيان ونال كم نر تاشنا كفيجاجي إلا سور بوكين أشخدان كين هد. بتكون قلوبنا كمان متناغمة مع عمل الروح القدس. هو فانو داسنويت داسني ركي ماتش مزي درجسة. الرب إلنا بس يوحنا 16:13. Բայց երբ կա ինքը Սուրբ Օքին, որ ճշմարտությունը կհայտնի, անիկա բիդի առաջնորդեցես ամբողջական ճշմարտության, որովհետև անիկա ինքն իր մեջ իրի չխոսի, այլ ինչ որ լսե, զայն բիդի խոսի եւ ցեզի բիդի պատմե քալիք բաները։ وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. أي سماري مش دريسوس مزيج بورتس أسل. الرب يسوع بهالكلمات بجرب إلنا. يرب سور بوكينغا مزي بدي هايتنا أم بوخشاغان كيدوتشون. إنه وقت اللي يجي الروح القدس لح يعلن لنا عن الحق الكامل. وش ميان أستدزو خوسكين نقاط مام تشماردوتشون نرى. ومش بس الحقائق المتعلقة بكلمة الرب. որովհետև այս իր ըսածը գվերապերի ամեն տեսակ ճիշտի եւ սխալի բնական բաներու մասին վերապերող բոլոր գեդերը لانه اللي عم بينقال هون كمان بيتعلق بكل الامور اللي بتحدد الصح والغلط بكل الامور الطبيعيه եւ այդ միսովին կմեզի գոքնե որ մենք ճիշտը ունենք وبهالطريقه هو بيساعدنا حتى نعمل الصح Ուրեմն երբ մենք կսենք Սուրբ Օքին մեզի գհայտնե, միայն Աստծո խոսքին ճշմարտությունը չէ որ մեզի գսե, ամեն բանի մեջ ճիշտ եւ սխալը ճանցնելով գուղեմես։ فإذا وقت المنقول انه روح القدس بيعلننا عن الحق مش بس يعني بيحكينا عن كلمة الله بل بيوجهنا بكل شيء وبيفرجينا الصح والغلط։ Այ փովանու 2:27-ին մեջ կգարտանք بيوحنا الاولى 2:27 بنقرا كالوف تزي وركان ادم ور سير ميج كمنا سور بوكين وروف كريستوس تز اوزيت بيدك تشونيك اوريش ميجن سورفيلو هوكين ان كسورفيتسن تزي امين بان يف كسورفيتسن جشماريد يف ووتش تي سدوتشونا واما انتم فالمسحه التي اخذتموها منه ثابته فيكم ولا حاجه بكم الى ان يعلمكم احد بل كما تعلمتم كما تعلمكم هذه المسحة عينها عن كل شيء وهي حق وليست كذبا. استنزي وركان ادم ور سيرمج غمنا اسواتس باجينا هادوك ايماسن بيتكيونينا.
بالنسبة لإلي هالكلام المحطوط هون إنه المسحة اللي هي ثابتة فيكن أكيد هالكلام له معنى خاص. إنشاف أنا دين ور سول بوكين سير ماتش كمانا. يعني طالما الروح القدس ثابت موجود فيكن. منك انهارا بز نقادي تشينغارنر سول بوكين مير ماتش مناتس تكناتس. نحن عادة ما بننتبه إذا الروح القدس بقي فينا ولا فل. منك انهارا بز كيدنك يس سور بوكيوم مغردواتم نحن عاده بنعرف انه انا معمد بالروح القدس سور بوكين ماتشسه وانه الروح القدس فيي ياف يسير ميغا خنترن بانر وانا بطلب منه اشياء بايتس هوس اراكيال ميزيغ بورتسي هايتنل بس هون الرسول يوحنا عم بجرب يعلن لنا مين تشيف اينا ديم فور انيغا مير ميتش كمنا ان عن فكره انه طالما هو باقي فينا ثابت فينا ورو كريستوس مز اوجيتس المسحه اللي المسيح اعطينا اياها بك تشونينغ وريش ميغان سورفيلو طالما هو باقي فينا ما منكم بحاجه انه حدا تاني يعلمنا ورو بدينك مزي بدي سورفيتسن امين انش جشماريت كير جشماردوتشون امين باني ووت سدوتشون لانه هو اللي بده يعلمنا عن الحق بكل شيء ومش الكذب ورمن اير نيرغايتشونا مزي دالي كوني يرا كان شير تبكي وبركاي ميج فاذا حضوره في عنده شيء يقدم لنا اياه بكل ظرف وبكل حدث قرنا تورين بانير لال قرنا تجوار بانير لال وممكن تكون امور هينه وممكن تكون امور صعبه يس تورين بان ملان اي بورتيم يم تسيفوف سنل وانا اذا كانت الامور هينه بجرب اعملها بطريقتي يتا تجوار بان من ام باي مان غوزن ورين ميتشامده بس اذا كان شيء صعب يعني بيكون بدي انه اكيد هو يتدخل بس انك انت هارا بس امين باني ميتش تشماردوتيان هيد كابفاتس سيليكوني ولكن هو بالاجمال عنده شيء يقوله بكل نوع حدث اسبس غرونغان هاموزوم كا اسور بوكين خاليك هم امن وارغان كيزي هيد خوسي في هالتفكير التديني اللي بيقول انه شو الروح القدس لعبه كل شوي بده يحكي معك اوفر اس بي سي اردايدوتيون غن اير غيانكي مت سور بوكين اشخادانكين هيد هاغورتاك تصابار غاب تشوني بناف الشخص اللي بيعبر بهالطريقة بيكون ما في أي علاقة بينه وبين عمل الروح القدس. نونيسيتي جوزة أسفادا بانغان أسوتيش الله. وحتى لو كان معلم بعلم اللاهوت. بروفيدفا أيت خوسك هاجاراجي سوربوكي أشخادانكي إسكسبونكين. لأنه هالتعبير بعكس مبدأ عمل الروح القدس. من كاراتشي جايين بدي دستنك اسمعك تسول بوكين إنش سيفيروغ نامير جان كيرن نيرساش. نحنا بالمستقبل القريب لح نشوف شو الطرق المختلفة اللي الروح القدس بيحكي في بيشتغل فيها بحياتنا. يبت أصفات مزي إنش قاروغوت شو نرد وراء دار بير قاروغوت شو نرد وربسي سول بوكين أوغاجي يف أن أوغاجي أرنلوف قارنان جيشت أنل. ورح نشوف إنه شو هن القدرات المختلفة اللي الرب عطينا إياها حتى نقدر نستمد من الروح القدس ونعمل بحسبه. عشان منو نتقابض كغتيك باجيم مجا. وفي جزء كتير حلو متعلق بكل هالموضوع. هو كينين كسورفيت سنة زي أمم بان يف كسورفيت سنة جشماردو تشونه يف وتشت سدو تشونه. إنه الروح القدس هو اللي بيعلمكم كل شيء وبيعلمكم الحق وليس الكذب. وش ده سود خوسلو ما سينغ خوسي. وما عم بيحكي عن التكلم بالكذب هون. يرا كان شير باني يوروشومي ميرجيانكي انتاتسكين انور ميتشا ان مزيغا هايتنا ور مينغ سخال جامبا تشيرتانك. بل بكل قرار بحياتنا هو بيعلن لنا عن انه نمشي بالطريق الصح ومش الغلط. ارنينغ وروشوم ور هاماتساينه استدزو. انه ناخذ قرار بيتناسب مع الله. هارمار استدزو غامكين يوانور تاكاوروتيان بيتناسب بلي بمشيئه الله وملكوته تشلا منك تسيفوف ما اسكاتساغانورن مدازينك تسا رازش جيشته بس يلي ور سودك عم سخاله لحتى نحن ما نعمل انه بطريقه او باخرى نفكر انه اللي عم نعمله صح ويطلع غلط سور بوكين غهسكي ور منك إرمى استنانك جشماردو تشونا. الروح القدس بيحرص على إنه نحنا ننال الحق منه. شادن كم يتيس مجمع أبرانك ما بدي دم. كتير أوقات إذا أنا بدي أعطي غرض معين لشخص. بس أنت ورينز ما بدي استنا يتي شيء هارماري إم جاميروس. ولكن إذا هالشخص اللي بده يأخذ مني هالغرض ما ناسب وقته على وقته. يزق خنترم مارالين يبقى أبرانك قدام مارالين وربسي يرب أنسكا مارال إنك بخانسه
أبرانكا وربيدي درفير هاي مارتون. أنا بعطي هالغرض لمارال وبطلب منها أنه وقت يجي هيدا الشخص هي تسلمه إياه. يا فيرب مارال بدا عيد توخت قام أرارجان وريز جوزم مارتون دال. وقت اللي مارال بتعطيها الورقة أو الغرض اللي أنا بدي وصل له إياه. يس دفاتز اللام قام مارال دفاتز الله نوين أبرانكا بدي إرتها. إن كان أنا اللي عطيته الغرض شخصياً أو مرال هي اللي سلمته إياه هو نفس الغرض لح يوصل له. جيشت أيت بسوربوكين شادن كام وغاقي غخوسي مزي. وهيك بالضبط الروح القدس كتير أوقات بيحكينا مباشرة. يبوريشان كام نير مير جانكيرين نيرس إنك ترازي ميتشوتس نير بورونس ميتشوتساو غخوسي مزي. وبأوقات تانية هو حاطت قنوات بحياتنا بيستخدمون تيحكي معنا. أستدزو خوسكين ميتشوتساو غخوسي مزي. بيحكينا من خلال كلمة الله. مير خيغجين ميتشوتساو غخوسي مزي. بيحكينا من خلال ضميرنا. مير جامكين هجار جامكين ميتشوتساو غخوسي مز. بيحكينا من خلال إرادتنا القابلة. مير زورافور بارويغانين ميتشوتساو غخوسي مز. وبيحكينا من خلال أخلاقياتنا الصحيحة القوية. إنش بس يس مارالين ميتشوتساو غهاستسنم سور بوكيني ميتشس كو ميتشت ترازت ميتشوتسنر وربسي أنون سموف إير نماغة يبتك هاستسنة. ومثل ما أنا بوصل الغرض من خلال مرال كمان الروح القدس حاطت هالقنوات هالوسائل فينا حتى من خلالها يعلن أو يوصلنا مشيئته. مير ميج تروازنر إنش بس كوردازنك منك. بس نحنا كيف منستخدم هالقنوات الموضوعة فينا؟ خيرجس أرجع جاشي أمن أور. ضميري من شو بيتغذى كل يوم؟ إذا كاتشون نرس إنش جودنا منور؟ واش مشاعري شو بتاكل كل يوم؟ جامكس إنشوف زيمفازة أنت هاربس؟ وإرادتي بشو مسلحة بالإجمال؟ بارو يجانس إنش جودة منور؟ وأخلاقياتي شو بتاكل شو بتتغذى كل يوم؟ بارجش توتيونس إنش جودة منور؟ نزاهتي شو بتتغذى كل يوم؟ أخش شوني إيش سنونت أنجية إنك أديك بدي أرد هيدا؟ لأنه ما في مهرب شو الشيء اللي بتتغذى منه هيدا الشيء اللي بدها تعبر عنه. يا أنسين جانكين ماتش إن شوف ورسنون ترى زي أنا غيرن بدي خصي. وكل أو كل شخص بحسب وين متغذى أو من شو متغذى هيدا اللي بده يحكي. يا تسور بوكين قارنا خصك هاسك تسنل. وإذا الروح القدس قدر إنه يفهمه كلمته. أيت مارت بدي لسه جشماردوتيان تساينا ور هاير دوغوس هتشوف بديلا. هالشخص لح يكون عم بيسمع صوت الحق اللي هو دائما ناجح. بتيت هاي مارت لسه إير إزكات سنرون يه أدار دغير سنون تارات ميس باجين نرون أنونس مم مغفاز أنون تساين لسه لو بدي أرد هاي دوي. بينما إذا هالشخص استمع إلى مشاعره أو إلى مصادر تانية حوله لح يعبر بحسب اللي سمعه. ورمن سور بوكيين أرتشناهرت أشخدان كنه. فإذا أولوية عمل الروح القدس جيشتين يفسخالين وراء إير لويت سبايلت سنة هو إنه يسطع بنوره على الحق والكذب يف آن أيت بانيرا جوزين الميشت وهو بده إنه يعمل هالشي دايما وش ميان جيراجي أورير يرب يجيغتسي كانك مش بس أيام الأحد وقت نجي على الكنيسة أيت كغابارا مير غازم واتسكين هاجاراجي لأنه هالفكرة بتعارض بنيتنا أيت كغابارين ور ميان يرب يجيغتسي كاس أصوات كزيت قرنا خوصيل لمن زارمانالي ضروري ناجي يعني فكرة إنه الله بس بيحكي معك وقت تجي على الكنيسة فكرة غريبة عجيبة منا صحيحة يجعتين يرهدوك تروني أستاذ خوسك جوغورتين بوخانسلو الكنيسة في عندها دور خاص بأن تنقل كلمة الله للناس بس وربسي أستاذ مارتونة هاغور تاكسي چس باسر گیراگی اورا یه میاک تسیو آن چه ور گیراگی یه گیغیتی اللہ یه اصفاد زهاد چوغی ولكن الله ما بينتظر نهار الأحد حتى يتواصل مع الإنسان وهيدا منا الطريقة الوحيدة تا يحكي معه. ورمن سيرالينر إنش كان قرنانك أنتونيل جشماردوتيونيرا
فإذا يا أحبة على قد ما نحن منقدر نقبل الحقيقة جانكي جشماردوتيونيرا حقيقة الحياة بارويغاني غابواتس الأمور المتعلقة بالأخلاقيات بارجشتوتيان غابواتس الأمور المتعلقة بالنزاهة تسانغوتيونيرو غابواتس الأمور المتعلقة بالشهوات زكاتسونيرو هيت غابواتس الأمور المتعلقة بالمشاعر մեր խիղճին հետ կապված ուալ մտալա բդամիր մդամիր մեր արորիա ցանկին հետ կապված իրական ճշմարտությունները ուալ հայե մտալա բի հայատնա լյոմիե ինչ կան գրնանք ընդունիլ ճշմարտությունները ալա ադմա նահնա նեբալ հալ հայե ավելի ջի ժողովրդային ոչով ինչ կան գահաչուղիմ շալգել այդ ճշմարտությունները ау բլան օլա բի տարիա տանի նո ալա ադմա մնեդեր նտհամալ هالحقائق من بولور سالكي دينك جاس تخص كمزي شات بانير قتلاتري نحنا كلنا بنعرف ما هيك كلمة الله بتوصينا بكتير أمور تيريسوس ساب أوفور قرنا دانيل عايز خص كرة أجان شوني تقولسه الرب يسوع قال إنه اللي عنده أذن فليسمع يعني اللي بيقدر يتحمل خليه يسمع ورمن يرب مارتيك جلسه نوينيس جنتاني أستاذ زوورتين ميتشوت ساب أسفات خص كرة فإذا الناس وقت حتى وقت الناس بتسمع الكلمات اللي قالها ابن الله الحي بور يرب خوسيق استغزه اللي هو وقت اللي بيحكي بيخلق دا غافينغ منا ور مارت غارينا دانيل غارينا انتونيل ور اديغا ايرميتش كورزه بيبقى انه عليهم هن انه يتقبلوا يتحملوا هالكلام تا هالكلام يشتغل فيهم ورمن انش كان غنتوني جش ماردوتيونا اين كان غجانشنا سوربوكين ساينا وعلى قد ما بيقبل الحقيقة هل قد لح يتعرف على صوت الروح القدس يرت ميجا جوزي ور سوربوكين ساينا إير جيانكين يفدار بير باجين نرومة تستغل بيتك كنه تينك إنش كان انتوناجي انتونو غانسي فوقت اللي الشخص بده انه صوت الروح القدس يكون واضح وهو يقدر يسمعه دايما ضروري انه يفحص حاله يشوف قديش هو قديش هو شخص عنده استعداد للقبول ոչ ուշադիր հավատացյալները المؤمنين الغير حذرين انت عربس գբահվդին իրենց լավ մեկ գեդին յեդևը եւ իրավունք կբանչեն ամեն բանի մեջ عاده بيتخبوا ورا نقطه واحده منيحه بحياتهم وبصيروا يطالبوا بكل شيء ثاني կարծես սել գուսե ես այս գեդին մեջ լավ եմ մնացածը կարևոր չէ բայց չէ ինձ մեն բանչվի كانه بيقول انه انا خلاص منيح بهالنقطه فما تطالبني باشياء ثانيه يرب انتونակ չես ինչպես որ պետք է լաս անոր ցայնը քեզի ստակչելար փոխարեն ուրիշ ցայներ հստակել։ فوقت ما بتكون عندك قبول مثل ما لازم صوت الروح القدس ما راح يكون واضح لك. երբ մենք գվարժվին գմարզվին անոր ցայնը լսել, وقت اللي نحن بنتعود وبنتدرب على سماع صوته. ان մեզի ցանկի ջամփուն մեջ կառաջնորդ է։ هو بيقودنا الى سبل الحياه. իսկ ցախողիլը անոր ցայնը հստակ եւ ուղագի լսելեն اما الفشل بسماع صوته بوضوح գշե ռեմես لح يخلينا نضل գուզեմ ճիշտ որոշում առնել բայց գարնեմ շեղած որոշում بكون بدي اني انا اخذ القرار الصحيح ولكن بلاقي حالي عم زيغ عم ضل انորա մարմինգ ծոմով աղոթքով կգենանք շատ անգամ որբեսի չլա որ սխալ որոշում առնենք ولهالسبب مرات كثير بنصلي وبنصوم حتى ما نسمح انه ناخذ القرار الغلط սխալ ցայնին հետևիլը կգործանե لانه اتباع الصوت الخاطئ ممكن يؤدي للدمار بروفيد انزي اف كيزي هيد گخوسين مريس لانه انا اللي فينا بتحكي معي ومعك مر هباردوتشونا الكبرياء مر غاسكاتسنرا شكوكنا مر واخرة مخاوفنا كانيو كي لسات زير واخين ساينا كم واحد سامع صوت مخاوفه هو كان زوراور قلا بيكون صوته كتير قوي كانيو كي لسات زير غاسكاتسنرو ساينا كم واحد سامع صوت شكوكو شات چنك لسر مر هباردوتيان ساينا ولكن ما بنسمع كتير صوت كبرياء قام يسيت ساينا او صوت الانا اللي فيه بس انا قال يرنز غاركين زوراورن ولكن هاو كمان في عندهم قوه كبيره مارتيك جلسين يرنز دغاروتيان ساينا الناس بتسمع صوت ضعفاتا تبكيروت ساينر صوت الاحداث وبايمانيرون ساينر وصوت الظروف قام مشاغوتاين استتسوتيان ساينر او صوت تاثير الثقافات اللي هن فيها سخال ساينر غمغين ور ارنس سخال وروشومنر والاصوات الخاطئه بتؤدي لانك تاخذ قرارات خاطئه من جيشت غوغي ور ارنس جيشت وروشومنر بينما الصوت الصحيح بيؤدي فيك انك تاخذ القرار الصحيح
Շիդակ որոշում առնելու ամենաառաջին կարևորագույն բանը այն է, որ ճիշտ գիտություն ունենաս ցայներուն մասին. لحتى تاخذ القرار الصحيح الأولوية والأهم هو إنك تكون عندك معرفة صحيحة عن الأصوات المختلفة. ساين ما بارسات صاف ميتشت. في صوت ارتفع بداخلك. هم ميتكيت يسيرديت ميتش كيزي تشي تسكر قستي بيفور غاسكاز نروت هما تساين شارجيس. في شي بقلبك بفكرك ما عم بريحك عم بخليك تتحرك بحسب شكوكك. وريش بام هباردو تنت كوكا كيزي غمغي ورتون هبارد وروشو مارنس. أو شي تاني نابع من كبريائك وعم بخليك تاخد قرار فيه كبرياء. وريش ما واخي تساين غوكا يفغ بورتسي كيزي واختسنلوف وروشوم نرارنل دال. وصوت تاني بيجي من الخوف وبخليك تخاف وتاخد قراراتك على اساس المخاوي. اصونس ما يورا كانشورين هيت دراما بانغانا لي رافونكنر غوكان ورتون بيتك يا سيغانس. ومع كل صوت من هالاصوات بيجي كمان تحليل منطقي اللي بيقول لك ايه لازم تعمل هيك. بس بيك ورتون نغادي ارنس. ولكن انت لازم تنتبه. يف زانا زانوتيون وناس تي انش لزو غخوسي هما هيدت. وتقدر تميز انه اي لسان اي صوت عم بيحكي معك هلا. وروف هيدفيت ساينر ون դարբերության գիտությունը չունենաս դու դժվարության կհանդիպես لانه اذا ما عندك معرفه بتميز بين الاصوات راح تواجه صعوبه كبيره كزي غوغاس ցայնին աղբյուրը ուր է եւ ով է مين مصدر هالصوت اللي واصل اللي عم بيجيك من وين جاي تشسكنار ամեն ինչ որ գսկաս անորամացային շարժիս ما فيك تتحرك بحسب كل شيء بتحسه նախ կան որոշում առնես եւ մտի գնես կամ հանցնվի սանոր պետք է գիտնաս աս ցայն ուրգեգուքա قبل ما تستسلم لهالصوت تستمع له وتاخذ قرار على اساسه لازم تعرف وين مصدره اي سبانه որ بدي انام դերը այո գսե هالشي اللي بدي اعمله هل الرب بيقول لي نعم عليه شاد غاريفور ايفور يس كيتنام اخبير اوري اس ساينين ضروري اعرف وين مصدر هالصوت يس شم غنار كيري لال هباردوتيانس انا ما فيني اكون عبد لتكبري لكبريائي انش كانال غاغوتيم يف غسيم ديروج دير ميتسكير ور هباردوتيان ميتشين ام باتس شم غنار هباردوتيان بستايل وقد ما انا اكون بصلي وبقول له يا رب ما تسمح اني اكون متكبر بضل ما في انا استسلم او اوضع ثقتي بالكبرياء انت هارابس استغزاكورزوتيان سامتساين اصفاتس اينبس չէ դված որ հբարդությունս ինձի խոսողը լա بحسب تكويني وبالاجمال الله مش صنعني بطريقه انه كبريائي يكون عم بيحكيني اصفات شدواد زور ايم سكاتسوم نيرس انزي اراچنورت لان يف نافون غيغي يرنك فرنن والله مش صنعني بطريقه انه تكون مشاعري هي اللي عم بتقود دفه سفينتي اصفات انزي دفيري سكاتسوم نير ور يس هادوك بانيرس كام بل الله عطاني هالمشاعر حتى احس واشعر بامور معينه وجت النواقيس غيغ ايرندام ومش حتى سلمون دفه السفينه نواقيس غيغ بكمنا سوربوكين ور انك انجي سيز انشو سبيدي شارجيم دفه سفينتي لازم تكون بين ايدين الروح القدس اللي هو بده يقول لي كيف لازم اتحرك بس سوربوكين بيدي هسكه ور تون امن جشماردوتيون وناس يا ووتش سدوتيون بيقول انه الروح القدس هو اللي بده يحرص على انك انت تنال كل حق ومش كذب يبين كادور هماتساين غمغي يف غاشخادي مزي هيد وهو على هالاساس بيدفعنا وبيشتغل بحياتنا ورمن سيرينر سور بوكين ساين لسلو همار كو انصت نفيرل اراچناهرت كورزن ور بيت كينس فاذا يا احبة حتى تقدر تسمع صوت الروح القدس الاولويه هي انك تكرس نفسك ام بوغتشاغان نفيروم تكريس كامل այսօր ես ու Միրելան նույնը կխոսենք اليوم انا وميرلا كنا عم نحكي بموضوع يمين شو استغن تبي دون جلينغ ونحن ورايحين من هون على البيت ارا تشارك ما يغا وانا غنغال ոչ իմ ուզելովս اجا اقتراح مفاجئ مش بارادتي انا يف որ իմ ինքնաշարժս կնեն انه حدا عرض انه يشتري سيارتي انգերուտենեն կիդեմ որ քիչ կալաձե օտոս եւ մակուր է ուրեմն հաջախորդ մը գա كيتش كالاتز يف ماكور اوتو غوزي فاذا كان في زبون عم يفتش على سياره نظيفه و وماشيه قليل وبيعرفوا من الشركه انه سيارتي انا هيك يما يس بدي تشي زاخي مي موتوس بس انا ما كان في ببالي اني بيع على السياره فتير بس بس اراتشارك ميغا بس ينايتسك كاني غوجارن بس وقت اللي عرضوا علي الفكرة قلت اسألوا لي قد ايه مستعدين يدفعوا هيدا اوتو ايمج كباجنك تسي ميريلا ينهد وبعدين نحن وبالسيارة كنت عم شارك مع ميريلا
Ուրեմն Միրելան հարցուց որ ինչու պիտի ծախես Միրելա սալտնե լեշ բդակ բիա Ասի որ ես չեմ որոշած բայց եթե լավ քինդան գծախենք եկեղեցին պիտի շինենք ադոր գվճարենք Էլտելա նո անա մաննի մարրր նո բիա բաս նո իզա աթունի սայր մնիհ ֆիա մն բիա լաննո բդնա մասարի ա մն ամմր լքնիսե Ինձի սավ արանց ինք օտոյի պիտի մնաս قالت لي بس رح تبقى بلا سيارة. يجرد أوتون كيو غللو عمر كيش متجواره. لأنه سيارتنا الثانية شوي صعب إنه نطلع فيها على الجبل. هون سور بوكين إنزي هي شتوتية بساف. وهنيك الروح لقدس ذكرني وقال لي. مير نفيروما سامانا باقواتس بكتشيلا. إنه تكريسنا ما لازم يكون محدود. غارك مبانير منك هانكيست كخوسينك نفيروموف. بعض الاشياء نحن بنحكي فيها مرتاحين بالتكريس يف قام جننك نفيروموف او بنعملها براحه بالتكريس اسكمر يانكي ميج غارك ما وريش بانرغان ور مير نفيروما تشي هاتشوغير انل ولكن في امور ثانيه بحياتنا بنلاقي انه تكريسنا ما بينجح انه يعملها يا من جيش تاديغا خوسيتسانك ونحن حكينا عن هالموضوع بالذات فور مير نفيروما بيتك لا غاداريال اران سامانير اونينالو وانه تكريسنا لازم يكون كامل ما له حدود ودف جيش تساينين هيدفيل سوربوكين جانك بيدي ارداتر لانه اتباع صوت الروح القدس الصحيح لح ينتج حياة فينا اسواز اشون شي ميج غان خور يف زوراور اسكسبونكنر في مبادئ قوية وعميقة بالكتاب المقدس. ورغم مزيج أكنن ورمنك ماكور يب أنا غارت زنا زانو تيونو ننانك. اللي بتساعدنا حتى يكون في عنا تمييز نقي وما فيه أي عدم وضوح. قرناز وره في عدن أرانس أنا غارت وروشوم مارنل ورو فيد بايزار زانا زانو تيونونيس فيك تاخد بأي وقت قرار ما فيه عدم وضوح ما فيه تشويش لأنه عندك وضوح بهالتمييز نفيرو ما جيشت كزيغ مارزيف كزينة عين بسمة ورتون بايزارو تيونون ناس نرسيتي التكريس الصحيح بمي مي مرنك وبحضرك حتى يكون عندك هالتمييز الصحيح ايت باجاروف انغيرت يف كورزون سردي نفيروما مدز هغاشرچوم غنيانكيت ميچ ولهالسبب هالتكريس الصادق والفعال بحياتك بسبب تحول كبير يرب غارتانك اكاب تاكاوري غيانك وقت اللي بنقرا عن حياه الملك اخاب يف تي انش تساينر جلسر اكاب انه شو الاصوات اللي كان يستمع لها يرب ناين كيم تاكاوراتس 21 كلوخ 4 همارن وقت اللي بنطلع بملوك الاول 21 من 4 الايه الرابعه غنغادينغ انيغا اراتشارك راف يف يغار اساف نابوفتين ور غوزير مي هوغ كنل منشوف انه هو اجى لعند نابوت وعرض عليه انه يشتري منه حقله او الكرمه تبعوله فايت مارتا هافات كيدر مارتر ولكن هالشخص كان رجل مؤمن يف كيدر ور تاكافور هافاداتسيال مارتش وكان عارف انه الملك ما له علاقه بالايمان استدزو جامبو ميتش كالوغ مارتش ما كان شخص ماشي بطريق الرب صاف انغاريلي ور ايم هايريروس هوغ كيزي بس ميغون زاخن قال له مستحيل اني انا بيع ارض ابائي لواحد مثلك يف هون قصي اكاب شات نغبتصف وهونيك بيقول انه اخاب زعل كثير اين كان ور كنات سينياغ مداف غيراغورال تش غيراف زعل لدرجه انه فات على اوضته وما اكل اكل انش بان اسكسا زير يرن خوسيل شو الصوت اللي بلش يحكي ايت مارتون جشماريت اردهايدوتشونا ايرن غودريتس التعبير الحقيقي او الحقاوة اللي عبر فيه نابوت كسره يم انجيت ك اميتشابس غنغادنك اير جينا هزابيل تاكوين يغا ورغا خارت منر ومن بعدها بنشوف دغري انه اجت لعنده زوجته اللي هي ايزابيل الملكه واللي بنعرف عنها انه هي مشعوذه يبس كساف ايرن هيت خوسيل سخال تسيفوف مخيتارلو وبلشت تحكي معه حتى تعزيه بتعزيه خاطئه تشي باور ور ايش سخال جامبون همار انك هانتي مانفيتساف هوغي مديروتشمن وما بكفي انه هو
هو بقراره الخاطئ توبخ من قبل صاحب هالارض يما يراغان شدناو نايفير جنوتش ساينرون بل هلا كمان عم بيستمع لصوت زوجته جيني رنسا تونيش تساك تاكافورس زوجته قالت له شو هالملك انت انزي تشكي ايس هارتس يس جلوزم كناتون هانكيس لوكتير جيراغورت جير وراخير اترك لي هالموضوع انا بحل لك اياه انت روح اتحمم كل اكلاتك وانبسط يا فيرتشافوروتيان جينا تسيف مكداف وربسي اسبانن ناپوفته يوانور ايكين ارنن يف تاكاورين دان وبالنهايه ايزابيل زوجته لقت طريقه حتى توصل انه يقتلوا لنابوت وتاخذ منه الكرم وتعطيه لزوجها ايرلسات ساينر ير مك دغه مشتاي داري منشف ور اسبانيتس ايد هوغين ديروتش فاذن الاصوات اللي هو استمع لها اخذته من مكان الى اخر لحد ما ام بقتل هالرجل بتسد جمانا قصوات جهدفير قران وراتسنر ولكن الله كان عم بيتابع كل اعماله ام ميتشا بس ماركارين غرغيتس كوفا يفيرن ويرن فارلواتس وارسل له النبي مباشره اللي هو بهدله ووبخه بروفيد واسوزو خوسكين هماتساين تشير كالير تاكاور لالوف هاندرتس لانه بالرغم من انه هو كان ملك ما كان ماشي بحسب مشيئة الله. مش كومن تافيتي بق متشون مزي قصة. ومن ناحية تانية من قصة داود منشوف. تافيت إيرنفيروموف دار بيرت ساينر جلسر. إنه داود بحسب تكريسه كان يستمع لنوع آخر من الأصوات. باريتوف ما يرب بغشتات سينرون هت إن قباد رازمر. في مرة وقت اللي كان هو عم بحارب ضد الفلسطينيين. يجان يفسيجلك كاغاك لمان تشنامين كرافيتس. اجوا العدو واقتحم او فات على مدينه يف امبوغج ايرنس استاتسواتسنر جينيرا بزديكنر اوفور انشفور غار ارين يف هدرنين كيري دارين واخذوا كل ممتلكات داود والجنود اللي معه وكل زوجاتهم والولاد واسرون يف تافيت يف اير زينفورنر فيراتارتسان وقت اللي داود وجنوده رجعوا بولور ديسان انش يغازي ور كاغاك غايرر اجوا الكل شافوا انه كيف المدينة عم تحترق انونس ورا اوز تشمناتس لالن بيقول انه بكيو لحد ما خارت قوتهم وروف هده فيرنس ميتشا تساينغار ورغسير غورسن تسينك ميرنداني كنيرا لانه كان في صوت فيهم عم بيقول لهم خسرنا عيالنا اسواز شون تشي كسي انونس ورا اوج تشمنات سوتكي جنالو بالكتاب المقدس بيقول انه ما بقى في عليهم قوه تيوقفوا على اجريهم فايتس كسي ور تافيت ديروج هارتسوتس بس بيرجع بيقول انه داود سال الرب ير سردي ميج ديروج هارتسوتس سال الرب بقلبه يا وصاف دير يرتام بدي حسنيم وقال له يا رب بروح لحقدر اصلهم وطردهم يا ديروج تساينا بولور تجواروتيونيرون ميتش داغاوين هستاغيريرن وصوت الرب بالرغم من كل الصعوبات بقي واضح له يرنساف انشوش بيدي هاسنيس يف امين يت بيدي فيراتارتسن قال له اكيد رح تقدر تطردهم وتلحقهم ورح ترجع كل اللي سلبوه باموتيانا ماتساين انك فوتكي الا زوراتساتس وبحسب القصه بنشوف انه هو تشدد ووقف على اجريه يرن هيت زينفورنرن على فوتكي الان والجنود اللي معه كمان قويوا وقفوا على اجريهم ايت كان هوكناتز لالوف ديروتش يركو خوسك يرنز اوج دوا فور لمان اورما بادرازمين امبورتش تشنامين افارن الارنلوف يرنز اندانيكنرن الارنلوف فيراتارنان وبالرغم من كل تعبهم كلمتين من الرب تشددوا فيه وراحوا طاردوا اعدائهم ورجعوا الغنيمه ورجعوا عيالهم تجواروتيونر ونر تافيت داود كان عم بيواجه صعوبات تجواروتيان ادن تجواروتيونرون ساين زوراور ر اينكاين ور اوش تشمناتير ورا وصوت الصعوبات كان هل قد قوي لدرجه انه ما بقي قوه فيه ايرزين ورنر نو مارتيغ نوينيس بيدي كارغو زين ايرن وروف هدف ايرن هانساور كدسنين ايرنس اندانوكنيرون غورسفيلو والجنود تبعوله والرجال اللي كانوا عم يتبعوه كان حتى بدهم يرجموه له لانه حطوا الحق عليه انه خسروا عيالهم ايت بولور تجواروتيونر ور فيزيكا بس ايرن قدرات زين تشغرتسان استدزو غوغمي يغات ساينا
جتسمنل. ولكن كل هالصعوبات اللي كانت قادرة أنها تكسره جسديا ما قدرت أنها تمنع صوت الرب يصلوا. يسكتن عنك سغموني جيانكين. أما إذا نظرنا إلى حياة سليمان. من كيدن كوردير سغمونين يمستوتشون دفاف. نحن بنعرف أنه الرب أعطى سليمان حكمة. سغمون نشاناكي خاغوتشون. وكلمة سليمان بتعني السلام. يدير أنور ميتشوتساف يرغرين خاغوتشون بيراف. والرب من خلاله صنع سلام بالبلد. إنك أيت أمبوغج إماستوتيون ونن ألوف هانتر تشكيت سافين شو اسبيدي كورزاز أيت خاغوتشون. وهو بالرغم من أنه كان عنده كل هالحكمة ما عرف كيف يستخدم هالسلام. تشكرتساف إير ونتسات أستفزاين شنوركين باديفا أستدزو باهل. ما عرف كيف هالنعمة اللي الرب عطيها يستخدمها للرب. ان ունեցավ խաղաղություն իր շրջակա ազգերուն հետ فهو صار عنده سلام مع كل الشعوب اللي محيطه فيه եւ սկսավ անել զիջումներ وبلش يعمل مساومات իր գոչումը զիջումներով սկսավ գիրարել بلش يحقق دعوته بس بمساومات هزارات جنونة سوايت أذكرن يبير يرجيرن صار عنده ألف زوجة من هالشعوب ومن بلده كمان يب أيد زيتشوم نرى أنلوف إنك نوني زوه ما دوتسانت إير جنرون تشاستفاتس نرون ومن ضمن مساومات اللي قام فيها انه قدم ذبايح حتى للآلهة اللي بيعبدوها زوجاتهم شادان كام استدزو غومي مزي درفات باريكنرن كام منك بيتك كيداكتسوتيام جيش تساينر لسلوف كورزازينك مرات كتير حتى البركات اللي الرب بيعطينا اياها لازم يكون عندنا وعي باستخدامها تنستخدمها بطريقه صحيحه بوغوسي باراكاين بحاله بولس مثلا انور هافاتك يف نفيروم مغيتسين زينك ايمانو وتكريسو دفعوه يف هاستاديتسين زينك وشددوه ثبتوه بورمديك تشنا اير مارمينين لحتى ما يستمع لصوت جسده إير ميتكيرون يفزكاتشم نيرون ولا لأفكاره ومشاعره مرجج لسل تصافين تساينة ورفض أنه يستمع لصوت الوجع مرجج لسل هلا زانك نيرون تساينة ورفض أنه يستمع لصوت الاضطهاد مرجج لسل عدلوتيان تساينة ورفض أنه يستمع لصوت الكراهية هبا أفليوف تكيتس فور إنك كتنا كاليل سوربوكيوف بل هالشيء ساعده حتى اكثر واكثر يمشي بالروح القدس نينيس كيته سور بوكيو كالل ايرن مهوان دانر حتى لو السير مع الروح القدس رح يقود في للموت انش كان منك ايسور غابوازينغ سور بوكين ساين لسلو وقد نحن اليوم متعلقين بسماع صوت الروح القدس انش كان مير نفيروما أرستفاد. وقدام مستوى تكريسنا تجاه الله. إنش كان مير نفيروما يتا أنوركينا إمه باردو تيونس جزملة. وشو مستوى تكريسنا إذا كان الثمن اللي بدنا ندفعه هو إنه نسحق كبريائنا. يتا إن جيركس كين فجارلة. أو إذا كان الثمن هو إني أدفع إني أتخلى عن شهوتي. يبقى موريش بانير كين فجارلة لان. أو أي نوع من الثمن اللي ممكن أدفعه. من إنش كانوا مير نفيروم جباهنج. أدين إحنا منحافظ على تكريسنا. من شف ما بدرستنج من مزيج مارزنج وراستزو زارينج. هل مستعدين وهل من مر حالنا حتى نخدم الله حتى الموت؟ سيرلنا نرجع وريرو هواداتسيال سيال نرون جيانك إيران هواد كتشينر شنشر. يا أحبة حياة المؤمنين بأيامنا هاي ما كتير بتوحي بالإيمان. Իրականության մեջ անոնք գբաշտեն զաստված, որով հետև փանիմը պետք ունին։ Բայց بالحقيقة هن بيعبدوا الله بس لأنهم بحاجة لشيء։ Բայց երբ կա իրենց նվիրումը հայտնելու միշտ կտեսնես, որ դարբեր թարակներ կան։ بس وقت اللي بيجوا حتى يعبروا عن تكريسون دائما بتلاقي انه في عندهم جوارير مختلفه نفيروم تشيتش كودا بانيرو ميج بايتس كس اوريش بانير تشي غرنار نفيرل في تكريس ببعض المواضيع ولكن مواضيع ثانيه ما في تكريس لاو تشيفور مينك ميزي فناسي ميج تسكينغ
فمش مزبوط انه نحنا نخلي حالنا بهالنوع من الخساره استدزو هيد كالل كنشاناغي انور هيد كالل السير مع الله بيعني السلوك معه السير معه تشكنار باريغاميد هيد كالل ارانس وريرن هيد لاسكا ما فيك ما فيك تسير مع صديقك تمشي مع صديقك انت وما تكون ماشي معه انور مار بورتسينغ سيرينر مير ميتش ارتنسنل نفيرومي ميتشوتساف زانازانوتيونا فبالتالي خلينا نجرب يا أحبة إنه نوعي التمييز فينا من خلال التكريس. وربس يسول بوكين لويسوف من كارينانغ زانازانيل جيشت السخالين. لحتى بنور الروح القدس نقدر نميز بين الصح والغلط. يسجد اسلام إنش كان تجوارق الله وداتسيال نيرون أي سوريرون جيشت باني مامار وروشو مارنلو. أنا بشوف اليوم قد المؤمنين بيعانوا بأنه ياخذوا القرار الصحيح بموضوع معين. قد اسلام إنش كان شاد شوارادس كلان سوفوراغان بارز وروشومنر ارنلو ميج وبشوفن قديش بيعانوا وبيحتاروا حتى بالقرارات الاعتياديه اليوميه اي مينك هافاداتسيالنر انغ اسور ميج كاسكات تشيغا اي نعم نحن مؤمنين وما في شك بهالموضوع اشخادينك مير نفيرومين ورا ولكن خلينا نشتغل على تكريسنا مير نفير واتزوتيان وراغين ورا وعلى نوعيه تكريسنا مير كيدوتشون افيلسننك ايت اوغوتيام خلينا نزيد من معرفتنا بهالموضوع بيدين غادينك ورا استدز سور بوكي إن لويس بدي أولي زراور بايلي مرمتش. ورح نبلش نلاحظ إنه نور الرب لح يسطع أكثر بوضوح فينا. منك أولي بدي هاتشوغينك زانا زانيل جيشت سخالين. ولح نقدر نميز أكثر بين الصح والغلط. مير وروشوم نيرا غاخيال توخشلان مير سيرازين يا مير تشي سيرازين. فخلي قراراتنا ما تكون متعلقة بتفضيلنا شو منحب وشو ما منحب. يسجنا قادم ميتس تيفو هافاداتسيال نير իրենց որոշումները գախյալ են իրենց ուզածեն եւ իրենց չուզածեն انا بلاحظ انه في عدد كبير من المؤمنين قراراتهم يعني مبنيه على شو بفضلوا شو بحبوا شو ما بحبوا نونيس ورانغيغ زمارتيغن حتى لو كانوا اشخاص صادقين بس իրենց մեջ ուրիշ ցայներ վարժվածեն խոսիլ եւ لرتسنل استدزو تساين ولكن بيكونوا معودين انه يستمعوا لاصوات ثانيه ويسكتوا صوت الله فيهم هذا بابار منك بدك أردونينغ سوربوكيين ساينا لسيل ميرنر سيتين فبالتالي لازم نحن نسمح انه نسمع صوت الروح القدس بداخلنا انور اشخانوتيون اسفاتس ميزي دواتي لانه السلطان هالشي الرب عطيه لالنا يتجوزينك بدي هادوك بانيرنينغ إذا بدنا شيء لازم في أمور معينة لازم نعملها. يتي تشينغ أوزير هاجاراغا غانينغ. وإذا ما بدنا بنعمل عكس. أنا راه مرشات كاريفور ور مير نفيرومين ورا أشخادينغ. لهالسبب ضروري إنه نشتغل على تكريس. بدي خنتشين ور باند بارسانا. رح أطلب من فريق التسبيح يطلع. يا مينغ فوتكي غانانغ سيرالينير يا باما إسبيس نانغ مير نفيروم ورا. وخلينا نحن هيك نوقف ونفحص حالنا نشوف وين تكريسنا. كدير بانير ورونغ تجوارن بورتون نفيرومت كورزاتس يا فينس جرب تلاقي امور عندك صعوبه انك تستخدم تكريسك فيها يسميش تاس بانير جيشم انا دائما بتذكر هالاشياء كنت نمت جوار بانير ورون كيتشما تورين تشن غلفير دائما بلاقي اشياء صعبه ما بتنبلع بسهوله يف غبورتسم ام انسس هواتكس انونسموف كنل وبجرب اني افحص ذاتي وايماني بهالامور شات بانير قدسنم ور يس بناف بدي تشغارنام انتونيل يف انيل يتي انزي هانتيبي وكثير من الامور بلاحظ اني انا ماني قادر اني اعملها اذا تواجهت معها بايتس نوين ادم بادراس چم استوزمه راجارلو ولكن بنفس الوقت ماني مستعد اني اتخلى عن الرب انا راما راشخادان قدانيم انسس كمارزم ور غارينام انتونيل ايت بانيرا ورون شات تشوارغ تفين انت لهالسبب بشتغل على حالي حتى اقدر اتقبل هالاشياء اللي ممكن تبدو صعبه كثير لإلي كانو كي غرناكتنل بانما ور تشوار انتونيل كم واحد بيقدر يلاقي شيء واحد على الاقل اللي هو صعب عليه يس استوزوغ سيرا مينكي انزي سيرا راسار تشير غرنارلو زل انا بحبه للرب وهو بحبني طب ما فيه كان يحل لي هالمشكله تشير لا وراسي اكيد ما بيلي ميغ مانسنر انسمه يعني ما كان بيقدر انه يخلي هالموضوع يمرق بسهوله اكثر ديسك ديريسوس انش صعب شوفوا شو قال الرب يسوع يته قارلي ايس كافاتي انز مهراتسور بايتس داغاوين تو كو غام كت الله قال اذا امكن انك تزيح عني هالكاس ولكن لتكن مشيئتك ايو هستاغي ور منكو زينك بانير مز مانسنين اكيد نحن بدنا انه في امور بدنا اياها انه تروح عنا
Բարձորեն որովհետև գուզենք բաներ մեզ մի անցնին գհրաժարինք Աստծո գամքեն ոչ թե ոչ կսենք բայց քու գամքը տողլա ولكن اذا بدنا اياها تروح هل بنتخلى عن مشيئه الله او بنضل عم نقول لتكن مشيئتك كان يوكي كسدير توخ քու գամքը դլա كم واحد بيقول له يا رب لتكن مشيئتك هيك مياسين يرغب اكو تيام كنانك خلينا نوقف بالعباده قدام الرب